وبالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حينما سأله سيدنا أبي وقال له كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك الربع؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك الثلث؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك النصف؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك، كل الهموم الدنيوية تجدها قد يسرها الله تعالى وقد كشف عنك كل ضر، ويغفر لك ذنبك، كل تلك الآثام والذنوب فإن الله يمحوها عنك ويغفرها لك. محمد كل من صلى عليه كفي، ومن قوارع يوم الحشر لم يخفي، من مثله بحقوق العالمين يفي، ومن سواه لعاص مذنب سرفي، فامدح كفيت ولا تسمع لذي خرفي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي، صلوا عليه وآله.